عبد الخوت كلشي مزيان، صحيحات طويرات كلشي بخير. المهم الاخوان غادي نحاول نشاركوا معكم ان شاء الله اليوم ازاله ديال الجص من الجناح الاخوان. المره الاولى كيف شفتوا ولا الطويرات الاولين اللي تم اللي حيدنا لهم الجص، حيدنا لهم من بلايص اللي يعني من جهه تيب ولا من بلايص اللي حساسه. دابا غادي نحاولوا يعني الطريقه كتكون سهله فهاد الجناح، يعني ما عندهاش ضرر بحال الشكل الاول ولا بحال البلايص الاخرين. غنحاولوا ان شاء الله نحيدو ونشاركوا معكم يعني الطريقه من الاول حتى الاخر. المهم الاخوان غادي نحاولوا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي نحاول نشارك معكم يعني الحالات اللي حيدنا لهم الجص، واخا من مناطق حساسه اللي يعني في مناطق اللي صعيبه الاخوان اللي كنا شاركنا معكم الفيديو ديالها. وغادي نحاول ان شاء الله نخلي لكم الفيديو الاخر ديال هذا الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا الصحه ديالهم وكيفاش ولاو، يعني راه ولاو في تحسن ولاو في صحه جيده ان شاء الله. غادي نحاول ان شاء الله باش نخلي لكم الفيديو ديالهم حتى هو باش تشوفوا وتاكدوا منهم يعني راه ولاو في صحه جيده، ونشاركوا معكم اي حاجه درناها مع الطويرات. المهم الاخوان كيف كيبان لكم هنايا دابا راه بان الجص ديالو كيف كيبان لكم. غادي نحاولوا نديروا ليه الازاله، دابا راه عرينا على الجص كيف كيبان لكم يعني خويناه، دابا غادي نحاولوا باش نديروا ليه الازاله. شي كيفاش كيخرج الاخوان، يعني هادشي كضرب كيبان. ها هو دابا هادي هي الريشه اللي خاسره ولا خايبه، شوفوا كيفاش داير الداخل ديالها الاخوان. غادي نحاولوا نقيو البلاصه كامله الاخوان بهذا الشكل. كنحاولوا الاخوان ضروري كنحاولوا باش نتخلصوا من جميع هذوك الترسبات ولا اي عرق ديال الريش كارم غادي يكون تما، باش ماشي نحيدوه ولا نداويو ونعاود يرجع لينا الاخوان. غادي نحاولوا باش ننقيو البلاصه 100% ونعقموها ان شاء الله بيطادين باش ما يبقاش يعاود يرجع هذاك الجص لنفس البلاصه الاخوان ولا في الطائر. دابا حاليا حنا كننقيو، ولكن غادي نحاولوا باش ننقيو ليهم هذوك كيف نقولوا الرويسات اللي للداخل، غادي نحيدوهم باش ما نخليو حتى شي حاجه الاخوان باش ما يرجعش لينا الطوير ديالنا. حاولنا باش نحيدو يعني الترسبات كاملين، دابا غادي نحاولو باش نعقمو بيطادين كيف كيبان ليكم. حاولوا يعني نعقمو مزيان، نتبعو ديك البلاصة بيطادين حيت فيه مواد اللي غادي تحيد البكتيريا او مواد ضارة، وراه ان شاء الله غادي يولي مزيان هاد الطوير وغادي يكون في صحة جيدة ان شاء الله.